Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you, my friends, dear brothers and sisters? You're welcome to and you'll listen with Mr. Samer. وحلقة اليوم ستكون عن المحادثات التي تتعلق بالأماكن. So we will have a listen about how to talk about locations. You are all welcome. أصدقائي، سيكون هذا الفيديو وستكون هذه الحلقة بمثابة الحلقة الأخيرة للموسم الثاني من المحادثات، ولا يعني ذلك أننا سننقطع عنكم، لا، سنكمل في موسم ثالث، لكن الموسم الثالث سيكون لأي شيء يتعلق باللغة الإنجليزية. يعني يمكن أن تكون الحلقة عن موضوع مثلا الآيلتس، وهذا ما سنبدأ فيه في الموسم الثالث، وبعض الحلقات تكون مثلا عن لفظ بعض الكلمات أو أشهر التعبيرات المستخدمة، وأحيانا أيضا محادثات، وأحيانا نعود إلى محتوى الموسم الأول من القواعد، يعني نتكلم عن قواعد جديدة. So, as I said my friends, today we will talk about locations. Locations وهي المواقع. هذا الموضوع مهم جدا، لأنه كثير من الناس حين تسافر يعني لا تعرف كل الأماكن التي ستذهب إليها في تلك الدولة أو في تلك المدينة، فتسأل الآخرين أين المكان الفلاني، كيف أذهب للمكان الفلاني. هذا هو محتوى درسنا وفيديو اليوم. Okay, so we will start with the question that people use when they ask about the locations. فنبدأ بالسؤال المعتاد والأشهر الذي يستخدمه الناس للسؤال عن الأماكن. طبعا لأني بسأل عن مكان سأستخدم كلمة where is. إذا كان السؤال عن مكان واحد أو اسم مفرد، where is، وتختصر where's the bank, where's the school. حسنا، الإجابة على المكان الذي تريد الذهاب إليه تكون بعدة طرق. سأعطيكم بعض الجمل الجميلة والبسيطة التي فعلا تعبر عن معظم المواقع في اللغة الإنجليزية مع تبديل أسماء الأماكن التي تسأل عنها. مثلا لو افترضنا أني أسأل عن موقع بنك، where is the bank. Hello or excuse me, where is the bank. Can you help me, where is the bank. ممكن أن أستخدم هذه المقدمات الأدبية واللطيفة، excuse me, can you help me، ثم أسأل where is the bank, where is the restaurant إلى آخره. كما قلت سنتخيل أننا نسأل عن بنك، where is the bank. لو أردت أن أقول أنه على يمين الشارع أو على يسار الشارع، ممكن أن أقول it's on the right side of the street. على يسار الشارع، it's on the left side of the street. ولو كان على يمين بنك، على يمين مطعم أو على يمين مدرسة، يمكن أن أجيب ب it's on the right of the school or it's on the left side of the restaurant. ف it's on the right, it's on the left، وتقول اسم المكان الآخر. لو كانت الإجابة هذا المكان مقابل مكان آخر أو مكان أو مقابل الشارع، فأجيب كالتالي. السؤال يكون أولاً where is the bank. I say it's across the street، مقابل الشارع، يعني مجرد أن تقطع الشارع ستجده مباشرة أمامك. أو ممكن أن أقول where is the restaurant. It's across the bank. It's across the bank. Where is your house. It's across the mosque، هي مقابل المسجد. أين بيتك، أين منزلك، هو مقابل المسجد. It's across the mosque. يمكن أن تكون الإجابة على الزاوية الفلانية أو على زاوية الشارع. Where is the bank? It's on the corner. It's on the corner. ويمكن أن أقول It's on the corner of the museum. على سبيل المثال، هي على زاوية المتحف، يعني زاوية هذا الشارع يوجد هناك متحف، فأقول على الزاوية التي فيها المتحف. Where is the bank? Again, it's on the corner of the museum. It's around the corner of the museum. على زاوية المتحف. إذا أردت أن أقول أن هذا المكان هو في نهاية الشارع على اليمين أو على اليسار، أجيب كالتالي. Where is the bank؟ مرة أخرى. It's down the street. It's down the street. Down the street يعني نهاية الشارع، وأضيف عليها on the right or on the left. Where is the bank؟ It's down the street on the right. It's down the street on the left.
يمكن أن تكون الإجابة بأن هذا المكان هو بجانب مكان آخر. Again, where is the bank? It's next to the school. It's next to the school. إنه بجانب المدرسة. Where is your house? It's next to the mall. أين بيتك أو منزلك؟ بجانب المول. يمكن أن أعبر أحيانا بأن هذا المكان هو خلف مكان آخر. Where is the bank? It's behind the school. It's behind the school. بمعنى خلف المدرسة. Where is the museum? Where is the museum? أين المتحف? Where is the bank? أين البنك? It's in front of you. إنه أمامك مباشرة. It's over there. إنه هناك. إذا كان المكان قريب وأنا لا أعلم يعني هذا المكان في هذه المدينة لأني جديد أو زائر ويكون قريب علي لكن أنا لم ألاحظ ذلك فحين أسأل أقول Where is the bank? Excuse me, can you help me? Where is the bank? He says it's over there. It's over there. إنه هناك أو it's behind you. يمكن أن تكون الإجابة أحيانا أن هذا المكان هو بين كذا وكذا بين الشارع الفلاني والفلاني أو بين المكان الفلاني والفلاني. For example, where is the mall? It's between the bank and the school. أين المول؟ هو بين المدرسة وبين البنك. It's between the bank and the school. أو it's between the restaurant and the bookstore. بين المطعم والمكتبة. إذن هذه العبارات أصدقائي وهذا السؤال يستخدم للسؤال عن المكان وهذه العبارات تستخدم في الإجابة بشكل بسيط ومنظم. وأعتقد أن هذه الإجابات شافية يعني لا يوجد مكان أو موقع لمكان نعبر عنه بغير هذه التعبيرات وكما قلت هي الأشهر وهي تحل مشكلة كبيرة لديكم. القسم الثاني من هذا الفيديو سيكون بطريقة سؤالي كيف أصل إلى المكان الفلاني. أستطيع أن أستخدم ثلاث أنواع مختلفة من الأسئلة للسؤال بهذه الطريقة. أول واحد أو أول سؤال يمكن أن يكون How can I get to the How can I get to the كيف أصل إلى المكان الفلاني. How do I get to the cinema كيف أصل إلى السينما مثلا. Or excuse me How can I go to the cinema لو سمحت كيف أصل إلى السينما كيف يمكن أن أذهب إلى السينما. الطريقة الثالثة أو السؤال الثالث Excuse me, can you show me or can you tell me how can I go to the cinema? هل يمكن أن تريني أو تخبرني كيف أذهب إلى السينما؟ إذن Excuse me, how can I go to the cinema? Excuse me, can you show me or can you tell me how can I go to the cinema? Or how do I get to the cinema? كلها أسئلة تؤدي بنفس الغرض. سأعطيكم إجابات مختلفة متوقعة عن أماكن كثيرة ومنوعة تسألوا عليها. مثلا يمكن أن تكون أحد الإجابات لو سألت مثلا Excuse me, where is the mosque? لو سمحت أين المسجد؟ تكون الإجابة كالتالي Well, turn right to the corner, then turn left. You will not miss it. It will be in front of you. يعني لف يمين اذهب إلى الزاوية لف يمين أو لف يسار ثم ستجدها أمامك ولن تضيعها. طريقة أخرى للإجابة يمكن أن تتعلق بإشارة المرور فأقول مثلا Turn right just before the light Turn right just before the light لف يمين قبل الإشارة بالضبط. Then walk about 200 meters. It will be on your left hand. It will be on your left hand. ثم امشي 200 متر وستكون على يسارك. Once again, someone is asking about the museum. مرة أخرى مثلا أحدهم يسأل عن المتحف فيقول Excuse me, sir, can you help me? He says, yes. How can I help you? Well, how can I go to the museum? كيف أذهب إلى المتحف? He says, go down the street. It will be on your right hand. اذهب إلى آخر الشارع وستكون على يمينك. Go down the street. It will be on your right hand. وستكون على إيدك اليمين. يمكن أن يجيبني أحدهم بطريقة مختلفة فيقولي مثلا drive or walk three blocks امشي أو سوق سيارتك ثلاث قطع. بعض الدول والمدن تقسم كقطع يعني قطعة واحد واثنين وثلاثة فهي says drive or walk two blocks or three blocks then turn right to King Street ثم لف على شارع الملك نقول اسم الشارع مثلا على فرض أنه اسمه King Street so drive three blocks then turn right on King Street it will be on the left it will be on the right إلى آخره. يبدو أنه عندي مشكلة في اليمين واليسار هذا يمين هذا يسار.
Okay, now I will give you a common conversation that usually happens a lot. سأعطيكم الآن محادثة شائعة تحصل كثيراً. يسألك أحدهم عن مكان معين وأنت لست من تلك المنطقة أو الدولة فتقول آسف أنا لست من تلك المنطقة. مثلاً A says, الشخص الأول يقول Hello, where is the cinema? How can I go to the cinema? You say, I'm sorry, I'm not from around here. آسف أنا لست من هنا. He says, oh, okay, thanks anyway. شكراً على أي حال. You say you're welcome. نفترض أن هناك محادثة أخرى أخيرة. A starts like this. Excuse me. How can I find Mac's restaurant? How can I go to Mac's restaurant? كيف أذهب إلى مطعم Mac's? They said it's nearby. يقول أنه قريب من هنا. Yes, it's very close actually. It's over there, just behind you. إنه قريب جدا من هنا. إنه خلفك تماما. It's over there, just behind you. Oh, I'm not from around here, so I don't know, but thanks anyway. أنا لست من هنا لكن شكرا على أي حال. I think I will walk. أعتقد أني سأمشي. Of course, it's not far away. بالتأكيد ليست بعيدة من هنا. أوكي أصدقائي هذا كل ما لدينا حول هذه المحادثة أتمنى أن تكون مفيدة لديكم وأتمنى الاشتراك بالقناة عمل شير ولايك وسبسكرايب للقناة ولكل الفيديوهات مشاركتها مع أصدقائكم وأتمنى أن تجدوا فيها الفائدة دائما وسنبدأ في الموسم الثالث الذي كما قلت وأذكر أنه سيكون يحتوي يعني أشياء كثيرة منها قواعد منها أشياء تتعلق بالصوتيات وأهم التعبيرات والجمل وفعليا سنبدأ بسلسلة فيديوهات تتعلق بامتحان الآيلتس فلا تفوتوا ذلك. Don't miss that. It's so important. Thank you very much and see you soon inshallah. Assalamu alaikum.